مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. إليكم أبرز العناوين: مقتل شخصين حرقا في اصطدام شاحنات بمحطة توزيع الكهرباء بمنطقة تيمزريت شرق بيزايا، والحريق يأتي على كامل المحطة. الجالية الجزائرية تستقبل بارتياح قرار السلطات الفرنسية تنفيذ مقترحات لإدماجهم والمساواة بينهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. لقي سائق شاحنة ومرافقه حتفهما إثر اصطدام شاحنتهما بمنطقة أو بمحطة توزيع الغاز بمنطقة تيمزريت 50 كيلومترا جنوب شرق ولاية بجاية، بالتحديد في قرية أذرغان أو أذراغن. الضحيتان توفيا حرقا نتيجة اندلاع حريق مهول في المحطة، مما استدعى تدخل عناصر الحماية المدنية لإطفاء ألسنة اللهب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لتقوم بعد ذلك مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق في أسباب الحادث. ولمزيد من التفاصيل يلتحق بنا على المباشر فاتح صوفي، المكلف بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية ببجاية. سيدي أهلا بك. نعم، ألو، أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. سيدي، هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث؟ إذا على الساعة 8:15 صباحا صباح اليوم اندلع حريق في محطة إدراقن، وهي محطة إدراقن الطبيعي. سبب هذا الحريق هو أن شاحنة دهست هذه المحطة. نعم سيدي، وماذا عن المحطة؟ هل فعلا أتى الحريق على كامل المحطة أم ماذا؟ نعم، أتى الحريق على كامل المحطة وعلى الشاحنة التي دهستها. شكرا 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 لك سيدي، شكرا جزيلا على تدخلك. استقبلت الجالية الجزائرية في فرنسا قرار السلطات الفرنسية بإدماجهم بفرحة كبيرة، وتنفست السعداء بعد هذا القرار، وخاصة بعد معاناة الجالية الفرنسية لسنوات طويلة. تقرير مراسلة من باريس هدى فتوان. نشرت الوزارة الأولى الفرنسية يوم 13 ديسمبر الحالي تقريرا في 5 فصول يقترح إعادة صياغة سياسة الإدماج لإرساء المساواة في الحقوق والواجبات والقضاء على التمييز والعنصرية. قرار إدماج المهاجرين بصيغته الحالية فيه مسائل إيجابية. مسائل إيجابية هي تعليم اللغة العربية، محاولة إدماج الفئة المهاجرة داخل المجتمع الفرنسي. أهم النقاط التي تطرق إليها الاعتراف بالمهاجرين كعناصر أساسية في بناء المجتمع الفرنسي، وإدراج اللغة العربية في المقررات الفرنسية، وإلغاء شرط الجنسية للعمل في الدوائر الحكومية وغيرها. وقد لاقى هذا القرار ترحيبا وتأييدا من الجالية المهاجرة في فرنسا. مشروع قرار إدماج المهاجرين اللي صدرته الوزارة الخارجية لصالح الجزائريين هنا، باش يندمجوا في المجتمع الفرنسي ويكون لهم حقوق كحقوق الفرنسيين تماما. كما يرى المهاجرون أن شرط إدماج اللغة العربية هو أمر مهم جدا للمحافظة على الهوية الأصلية. قرار إدماج المهاجرين قرار مليح وقرار في المستوى لاباس به. نطلبوا من الحكومة الفرنسية تطبق القرار هذا على خاطر يخدم خاصة الدول العربية، منها مثلا الجزائر. مثلا في اللغة العربية ما لازمناش نقضيو على اللغة العربية. رغم كل القوانين وشعارات المساواة والديمقراطية، ما زال المهاجرون يعانون من العنصرية بشكل أو بآخر. هذا وكان قد أكد الوزير الأول الفرنسي السبت أن النظام الجمهوري للإدماج المشار إليه في التقرير الذي قامت بنشره الوزارة الأولى، والذي يشكل قاعدة عمل تساعد في شهر جانفي في إعادة تحديد سياسة جديدة للهجرة، يتمثل في معركة المساواة في الحقوق. وأشار إلى أن مسؤولية أولئك الذين حكموا منذ 10 سنوات هي أنهم أهملوا سياسة الإدماج وتم إضعاف ما يعتبر روح النموذج الفرنسي. وقال في هذا السياق: أننا نريد بشكل خاص تفعيل النموذج الفرنسي للإدماج المعطل حاليا، وبالتالي فإن الأمر يتعلق باستقبال الوافدين الأوائل وتمكينهم من وسائل الإدماج.
وفي مداخلة مسبقة للبرلماني للجالية الفرنسية سمير شعابنا قال بأن تعديل حقوق الإدماج أو الدمج جاء في وقته خاصة بعد المعاناة أو معاناة الجالية الفرنسية في السابق في عهد ساركوزي خاصة. وعن آراء الجالية الجزائرية في الموضوع فأكد سمير شعابنا أن الجالية تنفست السعداء بورود القانون الجديد، كما سيمكنهم من حصولهم على العمل وإدماجهم في المجتمع الفرنسي. ولن دعني أقول أن وزارة إيمانيال فالس التي عكفت منذ تولي هولاند سدة الحكم السنة الماضية حقيقة اقترحت عدة قوانين وإجراءات جديدة على البرلمان لتسوية وضع المهاجرين، وهذا بعد المشاكل والإقصاء والتهميش التي شهدتها في مرحلة حكم ساركوزي. أقول منها يعني كيفية تقليص أولا نسبة المهاجرين الأفارقة والعرب وتسوية وضعية المهاجرين للدول المنضمة للاتحاد الأوروبي أخيرا كبلغاريا ورومانيا، ولسيما عندما يتعلق الأمر بالشغل. الموضوع الذي يهمنا نحن كجالية جزائرية مقيمة في فرنسا هو موضوع إدماج الجالية في قطاع الشغل، ولسيما وأنها تعاني من هاجس وشبح البطالة مقارنة بجاليات أخرى في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أوروبا في السنوات الأخيرة. ثانيا نحن نطالب بالمساواة في الحقوق كما كانت لنا لقاءات مؤخرا مع زملاء برلمانيين، وقدمت لهم أنا شخصيا يعني أفكار ودراسة عن كيفية تسوية وضعية مهاجرين من مكثوا في فرنسا يعني أكثر من 5 سنوات. الجالية الجزائرية عانت يعني الأمرين في مرحلة ساركوزي، وأنتم على علم يعني بمواضيع كثيرة يتعلق الأمر بالإسلام، يتعلق الأمر كذلك بواقع الهجرة الجزائرية خاصة، وعندما نتحدث مثل ما قلت على الهجرة بحكم أن عدد أبنائنا هناك في فرنسا عدد كبير وكبير جدا. فعانت يعني الأمرين، فهي الآن بكل صراحة يعني تنتظر مثل ما قلت وتنتظر يعني بشغف كبير أن يكون هذا القانون الجديد لإيمانيال فالس، وأنتم على علم أن كل وزير داخلية يأتي معه قانون جديد، تأتي معه إجراءات جديدة، فينتظر الجميع أن تكون هذه القوانين الجديدة لإيمانيال فالس قوانين منصفة عادلة، وتعطي كذلك للجزائريين الحق في الشغل، وتعطي لهم الحق كذلك في التأقلم. إلى موضوع آخر، ووسط حزن وتأثر كبيرين يروي الأستاذ عبد الرحمن سعد الله ابن عمي دكتور بالقاسم سعد الله أن رفيقه وابن عمه الفقيد الدكتور والمؤرخ الراحل يشكل خسارة لن تعوض للعائلة وللجزائر قاطبة والعالم أجمع، مؤكدا أن الفقيد هو من رفع سمعة العائلة وهو من وجهها الوجهة الثقافية والعلمية التي هي عليها اليوم. الله سبحانه وتعالى يعني بلغنا باللي كل نفس ضائقة الموت، ولكن المصاب جلل، مصاب جلل وجلل كبير، يعني لأنه هو من رفع سمعة العائلة، وهو من أعطاها اسم، وهو من وجه أبناءها للتعليم، وهو من ساعد الجميع على أن يتجهوا هذه الوجهة الثقافية والثقافة العلمية. بهذا نصل مشاهدينا لختام الموجز، إلى اللقاء.